لأنك أتيت على ذكر حزب الله، هذا اللي قلته بيتناقض كليا مع الخطاب اللي موجود المعادي لحزب الله، أنه كل ما يحصل من مشاكل في البلد هو نتيجة رغبة حزب الله بفرض هذه المقاربة اللي موجودة حاليا. اللي عم تقوله وكأنه يفهم منه أنه نتيجة عدم رغبة حزب الله بي 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 مش بفرض خياراته بس، بأن يكون له حتى خطة أو حتى اكتراث ربما بما كيف سيجدد النظام نفسه طالما هذا الشيء ما بيقرب على انفجار الوضع، هو مرتاح معه. أنا برأيي هناك إشكالية إنه يعني عدم الاكتراث مقابل مقابل السيطرة، في كتير في فرق. أنا برأيي حزب الله لا يملك ربما موقف مالي من تاريخيا، يعني هو بيعرف بالأمن والعسكر ومسلم هذا الموضوع، يعني موضوع إدارة الدولة لحلفائه. وهي إشكالية، لأنه حتى بعد الأزمة المالية شفنا أنه حزب الله غير مكترف فعليا لما يحصل في لبنان، وهي إشكالية أساسا كل النظام السياسي مع حزب الله، اللي هو أنه وأنا برأيي مشكلة اللبنانيين مع حزب الله، اللي هو أنه سلم أولوياته ليس لبنان، سلم أولوياته في مكان آخر، ويتعامل مع الدولة اللبنانية يعني كهوست بيسموه، ما بعرف، كمنصة إقليمية لإطلاق عملياته، حتى عملياته التجارية والأمنية والسياسية وارتباطاته الإقليمية وإلى آخره. وهناك إشكالية اللي هي إنه أوكي، حتى بعد انتصار تموز ولا 2006، أوكي طيب، لمن فعليا أعطى هذا الانتصار حزب الله؟ هذا هو السؤال. اليوم قام بمفاوضات مع إسرائيل، تم ترسيم الحدود، تم فعليا بيع معظم نقاط القوة اللي كنا نملكها بس حدا بيقول لك إنه هذا